كلمه ليش ليش التجريح؟ في ناس ياخذونها تجريح لان انت كأنك قاعد تعيب على الشخص نفسه. ترى الله خالقنا كلنا مع بعض، ومو على اللون، على انت شنو متربي يا قليلين الادب يلي ما تستحون على وجهكم. خلي يروحون يربونكم من يد ويديد، ولا يكون لما انت بيدفنونك في مقبره غير ولا تراب غير يا ابيض. يعني انا جد نرفز، لان انا هاي الشخص دائما اشوفه مبتسم ما شاء الله، صوته ينن دائما مبتسم وصغير. ليش العنصريه؟ شو اللي يميزكم؟ انا بعرف اللي كاتبين الكومنت، انت شو اللي يميزك عنه؟ تلاقيك انت دمار اصلا بس لان مختتك غيرانين. بس ترى كثر الدق يفتش للحوم، يعني حن هو من كثر ما صار عليه ضغط حتى لو بياخذها مزحه وقشمره خلاص. ليش هذه العنصريه؟ ليش؟ شلي انا بعرف شلي يميزكم انتو؟ عطني انجازك انت كشخص. هو انجازك يقول لي ترى لا هي اسمك ولا عائلتك ولا لونك. وحين انا ما اقدر اقول لكم ترى انتم مسلمين والرسول قال والقران وذي، لانكم مفروض ان تتعرفون، وبيطلعون الناس بيقولون لا لا. اذا كل من قال لا احنا ما قلنا، وهاي ما قال ذا، من اللي قال عيال ينونوا اللي ينونوا اللي عندها عيال؟ ربوا عيالكم عدل، ربوهم عدل، طلعوهم ريايل ويعرفون يحترمون الغير، مو تطلعونهم عنصريين. هني التربية. ولا يغرك انت ابيض، ايش عندك يعني؟ شو الفرق بينك وبينه؟ خل شخصيتك تقول، ولا عائلتك هي اللي ترافع.